بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا في الحديث عن آيات المتعلقة بسورة يوسف عليه السلام. ذكرنا في الحلقة الماضية الله سبحانه وتعالى عقب عن التمكين ليوسف عليه السلام وأنه يتبوأ من الأرض حيث يشاء، وقال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى النجاة في الآخرة لأهل الإيمان وأهل التقوى. وبيّنت الآيات القرآنية والنبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان المتعلقة بالله وباليوم الآخر وبالقضاء وبالقدر وبالكتب السماوية والأنبياء والمرسلين، وهذه قضايا مهمة جدا، أركان الإيمان. وكانوا يتقون، هنا فعل مضارع يفيد التجدد ويفيد المتابعة، لأنه هو الامتثال للأوامر واجتناب النواهي وقاية من سخط الله ومن غضب الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم التقوى. والتقوى أخذت حيز القرآن من حيث الثمار ومن حيث مآلات أهل التقوى على المستوى الدنيوي والآخر والآخرة أيضا، لما الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن أيضا بيّنت الآيات ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبيّنت الآيات ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وبيّنت الآيات إن واتقوا الله ويعلمكم الله، وأبينت أن التقوى من أسباب النور والفرقان الذي يعيش به الإنسان في الحياة. يبقى الله سبحانه وتعالى بيّن إن هذا التمكين الرباني الذي حدث ليوسف في الأرض من أسباب الإحسان وتحقيق لمقام الإيمان والتقوى، وكذلك في الآخرة له مقام عظيم. هذا التمكين نبدأ الآن في قصة مجيء أخوة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام نجح في إدارته وفي تنظيمه، في توزيع المؤن والميرة على الناس، وظهر صيته بين الناس، وبدت الشعوب القريبة من الشعب المصري تسمع بإمكانات الدولة في مصر في توزيع المواد وتوفرها هناك. وأصيب أهل الشام وأهل فلسطين بالسبع الشداد وصلت إليهم، فجاءوا أخوة يوسف للميرة والمؤنة والمؤونة والتمويل من مصر، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. كلمة فدخلوا عليه تدل أن سيدنا يوسف كان يستقبل في الناس ويلتقي بهم ويتحدث معهم ويتحاور كما تبينت الآيات. فدخلوا عليهم فعرفهم سيدنا يوسف عليه السلام، عند من الفراسة وعند من الذكاء وعند من قوة الذاكرة أيضا، هذه من صفات سيدنا يوسف عليه السلام قوة الذاكرة أيضا. فعرفهم، مع أن خرج عمره 12 سنة، وهنا بعض العلماء قالوا بعد 30 عام هذا اللقاء، وبعضهم قال عشرات السنين أكثر من 30 عام. عموما نقول نأخذ بالاعتدال من قال ب30 عام. فهو كان صغير في السن، وأكيد لم يخطر في بالهم أن يوسف يصل إلى هذا المكان. لكن سيدنا يوسف عليه السلام الله قال فعرفهم، وربما أيضا من إلهام الله لسيدنا يوسف عليه السلام، وهم له منكرون لا يعرفون أن هذا يوسف عليه السلام، لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تأتي الآيات القادمة. ولما جهزهم بجهازهم، يعني أخذوا ما أرادوا وكانت معهم بضائع أو أثمان، واشتروا بضائع من مصر. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. هم اثناء سيدنا يوسف عملهم معاملة فيها إكرام
وفيها أضحية، وحدثوه عن والدهم وعن أخيه الذي كان مع، بعض الروايات تقول أنه بنيامين الغير شقيق لهم، أنه مع أباهم. فقال سيدنا يوسف عليه السلام: إذا أردتم أن أخاكم يأخذ رحلة بعير من المؤن والميرة تأتوا به المرة القادمة، وإذا لم تأتوا به المرة القادمة فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. معنى أنتم غير صادقين في حديثكم وفي كلامكم كما قال بعض الناس، بعض المفسرين. ألا ترون؟ ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. هم تحدثوا عن أسرتهم فعرف أن لهم أخ، وطلبوا أن يكون له حمل بعير من الميرة، فقال: آتوا به المرة القادمة وأنا أعطيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يعني أن سيدنا يوسف عليه السلام كان يوفي بالكيل، وكان أيضا يكرم في الوفود ويحسن إلى من نزل عليه، فكان صفة من صفات سيدنا يوسف مع الخلق، كل من هو كان محتاج كان يوفي له في الكيل. وكان أيضا صفة من صفات الأنبياء الكرم والجود، وهذه وهو جد إبراهيم عليه السلام الذي جاء بعجل حنيذ، والآية أخرى قالت بعجل سمين، وكان يكرم في الضيفان. فكان سيدنا يوسف عليه السلام على نهج جده إبراهيم عليه السلام في الإكرام، والأنبياء بطبيعتهم أصحاب جود وأصحاب كرم. هنا قال: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، في الرفادة وفي الضيافة وفي الكرم. وهذا الحديث هو نوع من الترغيب لهم في للمجيء المرة القادمة. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. نحاول أن نقنع أباه نحتال كيف نقنع والده، لأن كان متمسك به سيدنا يعقوب بأخيهم هذا الذي هو شقيق لسيدنا يوسف عليه السلام. وإنا لفاعلون، أي نبذل ما في قصار الجهد لإقناع والدنا بمجيء أخانا معنا، أخينا معنا. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سيدنا يوسف عليه السلام يعني لم يأخذ منهم الأثمان، وإنما أمر الفتيان والخدم الذين كانوا معه أن هذه الأثمان أتوا ببضاعة، نوع من التبادل التجاري كان المتعارف عليه في تلك الفترة، يقدمون بعض الأشياء مقابل الميرة والتموين. فهو رجع إليهم هذه البضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، أي أن يوسف عليه السلام لم يأخذ منهم شيئا، وهذا نوع من أنواع الكرم الزائد. وهم يعني انشدوا لهذه المعاملة الآسرة الجميلة القائمة على الإحسان. ويوسف عليه السلام كان دوافع القرابة ودوافع والده ودوافع إيمانية وأحوال متداخلة من المشاعر والأحاسيس المتدفقة الجميلة في حرصة لمساعدة أهله وإخوانه ووالده، جعلته يرد هذه الأثمان ولا ويفاجئهم بها لما يفتحوها وعند وصولهم إلى بلاد فلسطين. نواصل الحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. إن قال